دكتور احمد سمير فوده، نائب مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي ومدير الخدمات الطبيه. احنا في مستشفى الشيخ زايد التخصصي احنا بنشرف ان احنا الحمد لله بننتمي لكيان كبير اسمه امانه المراكز الطبيه المتخصصه بقياده الاستاذ دكتوره مها ابراهيم رئيس الامانه ودكتور بيتر وجيه نائب رئيس الامانه. احنا المبادرات الرئاسيه، احنا المستشفى بتتشرف انها بتغطي كل المبادرات الرئاسيه من اول ما بدات، كان من ضمنها مبادره القضاء على قوائم الانتظار. من اول ما المبادره الرئاسيه كان توجيه رئاسي اشتغلت الدوله عليه من 1 يوليو 2018 للقضاء على قوائم الانتظار. احنا المستشفى هنا بتدخل باكتر من 10 تخصصات طبيه جراحيه في مبادره القضاء على قوائم الانتظار، زي حالات القسطره المخيه وجراحات المفاصل والعظام والاورام وزراعه الكبد وزراعه الكلى وحالات جراحه القلب والصدر. في وحده زراعه الكبد هنا في المستشفى من ضمن الوحدات الطبيه المتخصصه اللي بتشارك في حمله مبادره القضاء على قوائم الانتظار. ايضا زراعه الكبد هنا هي وحده طبيه متخصصه، المريض من اول ما بيجي عياده زراعه الكبد بيعرض على لجنه من ضمن فريق زراعه الكبد برئاسه الاستاذ دكتور ايمن صلاح، ده رئيس البرنامج الزرع، بينظر مناظره طبيه وبيتحضر تحضير طبي كامل المتلقي والمتبرع وتحضير اداري من اول ما بيدخل عياده زراعه الكبد، بيستوفى ملفاته الطبيه والاداريه كامله وبيتم متابعته بشكل دوري من حيث الفحوصات من اشعات وتحاليل، وبتعرض على لجنه فريق زراعه الكبد بالمستشفى عشان لو في اي فحوصات او اثناء التحضير فيها مشكله بيتابعها المريض اثناء تحضيره. بعد كده بيتحضر الملف الطبي والاداري وبيرسل للمجالس الطبيه اللي هي اللجنه العليا لزراعه الاعضاء ويصدر ليه تصريح الزرع. الحمد لله زرع الكبد في مصر اخذ دور كبير جدا، بقى في اكتر من 13 مركز زراعه كبد في مصر. الحمد لله هنا الوحده بنقدر نقول بشكل معقول الحمد لله الفتره الاخيره بدعم المؤسسات القائمه على على الخدمه الصحيه زي وزاره الصحه وامانه المراكز الطبيه واداره المستشفى. دلوقتي نقدر الحمد لله عندنا القدره نزرع حاله كل اسبوعين تحت رعايه فريق زراعه الكبد. لما بيصدر تصريح زرع الكبد بنيجي للموقف المالي. الحمد لله الحالات دلوقتي بيغطيها التامين الصحي اللي هي التكلفه الماليه، التامين الصحي او قرار نفق الدوله، وده بيدخل من ضمن حالات قوائم الانتظار. زارعين اكتر تمت زراعه اكتر من 65 حاله في وحده الزراعه، والحمد لله نسبه النجاح كانت كويسة، كانت وصلت 93%. بعد ما بيتم زراعة الكبد للمتلقي بيتابع لمدة شهر أثناء، يعني بيبقى القرار بتاعه اللي هو جواب العملية بإقامة شهر. أثناء الشهر ده بيتم متابعته متابعة دورية ومنتظمة من خلال الفحوصات أشعات وتحاليل من قبل فريق زرع الكبد. بعد خروجه بالسلامة بيتم متابعته في عيادة زراعة الكبد ما بعد الزراعة، بيتم أيضا متابعة المتلقي لأنه بيبقى ماشي على أدوية مثبطات مناعة، لازم يتابع بفحوصات دورية عشان لو في حاجة محتاجة تتعدل في الجرعات ونطمن على الجرافت اللي هي الفص اليمين اللي اتزرع للمتلقي. ده بالنسبة لواحد وحدة زراعة الكبد في المستشفى. الحمد لله كانت الدولة حريصة حرص شديد جدا على من أول ما ابتدت في حزمة الإسعافات والإصلاحات في المنظومة الطبية ككل، كانت دي بمثابة التخفيف على كاهل المواطن المصري. دايما كنت أقول إحنا بنقدم خدمة طبية، لكن أن أوانها إن إحنا نقدم خدمة طبية بكفاءة وجودة متميزة، بكفاءة عالية تعاير يعني تواكب المعايير العالمية للجودة. عندنا الحمد لله الفريق متدرب، يعني التدريبات بيتم تدريبه طبيا ان كان الفريق الطبي او الفريق التمريضي. المبادرات الرئاسيه من اول ما ابتدينا من مبادره الكشف عن فيروس سي والامراض الغير السريه زي الضغط والسكر، ابتدينا في مبادره الاعتلال الكلوي، ابتدينا في مبادره صحه المراه،
القضاء على قوائم الانتظار زي ما قلت من شوية كان أكتر من 10 تخصصات طبية جراحية المستشفى الحمد لله بتشارك فيهم، يعني من 1 يوليو 2018 لحد نهاية يوليو 2022 احنا الحمد لله المستشفى محققة حوالي 9990 حالة من ضمن قوائم الانتظار. أنا اسمي أحمد محمد فياض ومعانا عملية قلب مفتوح تغيير صمام، وجينا المستشفى هنا بخلصوا الورق، دخلنا أول حاجة عملنا القسطرة الاستكشافية، الناس كلها ساعدتنا والدكاترة، والمرحلة الثانية دخلنا على القرار تغيير الصمام، وبعد كده محدش مصر معانا يعني. وأنا شغال في قرار على نفقة الدولة. عمر عبد الحافظ إبراهيم. ألف سلامة حضرتك. السن 60 سنة عشان أبذل مية في بطنش. تأثير الكبد، من تأثير الكبد. الدنيا كويسة يعني معقول الحمد لله. سوادي أحمد علي أبو نعيم من الهرم. موجود النهاردة في المستشفى بتعمل إيه؟ أنا النهاردة في المستشفى كنت بقالي أسبوعين بعمل عمليتين بسبب ضرسي. عمل لي خراط في زوري وقفل زوري خالص، وربنا كرمني الدكتور اسمه الدكتور خير المصري المرسي الله يبارك له، يعني عمل لي العمليتين وتابعني جامد هو والاطباء وجميع الموجودين هنا، بصراحه كانت رعايه محترمه والحمد لله. يعني قعدت اسبوعين هنا الحمد لله، يعني ربنا شفاني الحمد لله وبقيت كويس الحمد لله. لا المعاملة كانت محترمة جدا يعني الحمد لله. الإجراءات كانت سهلة معاك؟ كانت كلها. أنا دخلت يوم السبت عملت عملية يوم السبت على طول، وتاني عملية عملتها يوم الأربعاء.